وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. كان من خصائص المشايخ الذين نفع الله بهم أنهم كانوا يصبرون ولا يتغيرون لأي شيء من الأمور التي ترد، يبقى على ما هو عليه من بث العلم ونشره. تجد أحدهم يذكر أنه 20 سنة 30 سنة وهذا مجلسه. وفي صحيح البخاري أن أبا عبد الرحمن السلمي لما حدث بحديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي اللي رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي نقرأ بها، قال: فهذا الذي أجلسني هذا المجلس 30 سنة. هذا المجلس مكانه في المسجد 30 سنة يعلم القرآن، هذا صبر عظيم جدا لا يستطيع الإنسان إلا أن يلزم نفسه بالمرابطة وأن يعلم أن هذا ثغر من ثغور حفظ الدين فيثبت عليه. ولذلك كان المشايخ رحمهم الله تعالى يستحضرون هذا المعنى في الصبر على الصبر والثبات عليه. فتجد أحدهم يبقى كما هو، يتغير الناس ولا يتغير، ويتحير الناس ولا يتحير، لأن ما آمن به حق لا يقبل التغيير. وأما الناس فيؤمنون بشيء اليوم ويكفرون به غدا، لكن من عرف الحق والهدى لم يتغير عن شيء. ولذلك من اللطائف أن رجلا قال للشيخ عبد الله بن حميد: يا شيخ عبد الله، أنتم لا الحين تدرسون الروض المربع والناس وصلوا القمر، يعني أنتم لا الحين يا شيخ عبد الله عندك حلقة في الروض المربع والناس وصلوا القمر. كان ذاك في زمن أول ما أن الولايات المتحدة الأمريكية صعدت أحد رواد الفضاء وصل إلى القمر روسيا، فقال له هذا، فقال له الشيخ عبد الله بن حميد: لا قريت معنى الروض المربع ولا وصلت القمر. وهذا الحق، تجد هذا النوعية لا هو وصل القمر كما يقول ولا هو قرأ الروض المربع. فالإنسان ما ينشغل بهذا، وهذه أزمنة الفترات ونحن في واحدة منها. طالب العلم ما يتغير عن الحق الذي عرفه ولو لم يبقى عنده أحد من الناس. الحق كما هو لا تغيره الأديان، فيثبت الإنسان عليه، يهدي الناس وينصحهم ويحثهم على الخير، يزجرهم عن المنكرات ويوصيهم بالتمسك بدينهم، لكن هو لا يتغير.